السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة المجر في قطر أو رقم السفارة المجرية في قطر. رقم التليفون هو 0079-34-932-531. يبقى تاني، رقم سفارة المجر في قطر أو رقم السفارة المجرية في قطر 0079-34-932-531. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.